يعني كنت أتصل تليفونيا عن طريق الكابينة الموجودة في الشارع، ووضعت الفلوس في مكانها المفروض وطلبت الرقم، فأجاب علي الرقم. وفوجئت بأن التليفون لا يأخذ الفلوس، فماذا أعمل علما بأنني اتصلت؟ هل أكون محقا؟ جزاكم الله خيرا. ما دام وضع الفلوس كما يضع غيره وكلم على حسب نظام الكابينة فلا حرج عليه في ذلك. جزاكم الله خيرا.